السلام عليكم. لم تمض أسابيع قليلة من تحرير عدن حتى أعلن التحالف عزمه على طرد ميليشيا الحوثي من العاصمة صنعاء. قرابة عامين على هذا الإعلان ولا تزال صنعاء خاضعة لهيمنة الانقلاب. صنعاء والحديدة وإب وذمار وغيرها من المدن التي تعاني من ويلات الانقلاب لا تزال رهن الظلم والقتل والنهب وأخطاء التحالف. فيما يتجول أمراء الحرب على الزوارق البحرية ويستعرضون قواتهم البشرية ويلقون خطابات في اجتماعات عامة، فهذا ما لا تدرجه حرب استعادة الدولة، تلك الحرب التي طحنت كل شيء في البلد. التحالف الذي يقول إنه خاض هذه الحرب من أجل استعادة الدولة والسلام في اليمن، هل فشل في اليمن أم أنه لا يريد النجاح؟ أم أن تحالفه قائم على تحالفات الهشة غير مؤمن بقضية تحرير اليمن واستعادة الدولة؟ كيف أصبحت علاقته بطرفي الانقلاب؟ وهل ما زالت على ما كانت عليه فجر عاصفة الحزم؟ ولماذا يتحرك قادة الانقلاب بحرية آمنة في الوقت الذي يكثر فيه استهداف المدنيين في بيوتهم؟ وهل تخضع الحرب في اليمن إلى مزاد سياسي هدفه إخضاع الخصوم وتطويعهم ليبقوا ورقة قوية في مواجهة خصوم المستقبل؟ هذا ما سنحاول إجابة عليه في هذه الحلقة، فأهلا بكم مشاهدينا، ودعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. بحرية وأريحية تامة يتجول زعماء الانقلاب في مناطق سيطرتهم برا وبحرا. هنا رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وقيادات في الميليشيات يزورون جزيرة كمران بالقرب من الحديدة على مسمع ومرأى من الجميع. رغم ما تمثله هذه المنطقة البحرية لقوات التحالف العربي من أهمية استراتيجية، حيث يمتلك التحالف فيها قوة أساسية وفاعلة، إلا أن هذه التحركات الآمنة تجري في أكثر المناطق عرضة للقصف، لا سيما وقد استهدفت من قبل بوارج حربية تابعة لتحالف ذاته. تثار الكثير من الشكوك والتساؤلات حول دور القوات الجوية للتحالف التي تمضي معصوبة العينين عن مواكب من أشعل الحرب والحرائق في هذا البلد، والتي خلفت هذه المأساة الهائلة على اليمنيين. يذهب مراقبون إلى أن الظهور المريح لقادة الميليشيا يحمل إشارات واضحة مفادها أن التحالف لم يعد معنياً بأمر ما يدور في الأراضي اليمنية شمالاً، أو أن مخابرات التحالف تبدو عاجزة عن إصابة الانقلابيين بالشلل. تغيب مقاتلات التحالف فيما تحضر في مناطق أخرى بضرباتها التي تحصد أرواح مدنيين فيما بات يعرف بالضربات الخاطئة. ومما لا شك فيه أن لا علاقة هنا للقوة أو قدرة هذه الميليشيات على تلقي ضربات التحالف والنجاة منها. فلم يعد التحرك بحرية محصورا على قيادة الميليشيات الحوثية، فحتى الرئيس المخلوع عاد للتنقل والالتقاء بقيادة حزبه جهارا نهارا بعد عامين من الاختباء. لم تتغير تصريحات قادة الميليشيا المعادية للتحالف والشرعية، مع بقاء صوت طبول الحرب مرتفعة في مواجهة خفوت الأداء العسكري للتحالف وتوقف العمليات العسكرية، بالرغم من إحرازها تقدما ملموسا في الساحل الغربي وغيره من نقاط تماس المواجهات، إلا أنها وبحسب متابعين لا هدف لها من ذلك إلا إيصال رسائل بأن القوات الموالية للشرعية قادرة على إحداث تحول في الأرض يغير معادلة السيطرة، غير أن النوايا غير مكتملة لإنهاء الانقلاب عسكريا لدى التحالف على أقل تقدير. يتساءل اليمنيون ما إذا كانت قوات التحالف فقدت فاعليتها، أم أنها فقدت رؤيتها للأهداف وتركت لضرباتها تلقف أجساد المدنيين، أم أن هناك حسابات أخرى دخلت في خط المعركة وأثرت على سيرها. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الناشط السياسي إبراهيم القعطبي من عبر الهاتف. إذن إبراهيم القعطبي من نيويورك، مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور لك ولضيفك الكرام، أهلا وسهلا. أهلا بك. بداية أستاذ إبراهيم، هل تعتقد أن حرب التحالف والحكومة ضد أطراف الانقلاب لا زالت مستمرة حتى اليوم؟ أنا في اعتقادي لم يعد هناك حرب في اليمن، الأمور كلها مجمدة شمالا وجنوبا. هناك أهداف جديدة للتحالف العربي وهي
إقامة قوة في الجنوب على غرار قوة الحزام الأمني والمجلس الإنقلابي الجنوبي أو ما يسمى بالمجلس الانتقالي يخضع للإدارة أو للإدارة الخليجية وعلى وجه التحديد الإمارات العربية المتحدة ودولة والمملكة العربية السعودية. وفي الشمال ربما أنهم بدأوا يتقبلوا بفكرة الحوار المباشر مع ميليشيات الحوثي وصالح من أجل يعني جرهم إلى الحلف السعودي الإماراتي، ومن ثم إخضاع اليمن للسعودية والإمارات بشكل مباشر وبطريقة لا دولة. يعني ما نراه في اليمن الآن لم يعد حربا ولم يعد ما يسمى بشماعة استعادة الشرعية والدولة. كل ما يجري على الأرض وبالذات في المناطق المحررة لا تمت بأي صلة لاستعادة الدولة والشرعية، وإنما لبناء تحالفات جديدة ولدولة موازية للدولة يعني تخدم الأجندة الخليجية، وهي بشكل واضح خلينا نكون واضحين، يعني الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لا تريد بناء دولة يمنية حديثة على حدودها الجنوبية. لكن يعني أستاذ إبراهيم، يعني يعني هل من مصلحة السعودية بالذات بحكم يعني الجوار والحدود المشتركة أن تظل اليمن على صفيح ساخن؟ يعني كل القلق التي تدور فيها بالتأكيد ستنعكس سلبا على السعودية، فهل من مصلحتها بقاء الوضع على ما هو عليه في اليمن؟ أنا في اعتقادي مصلحة السعودية، من مصلحة السعودية لا بناء دولة في اليمن ولا يعني التهديد الذي كان قائما من ميليشيات الحوثي وصالح. فلذلك ما تقوم به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن هي تهديم لأي قوة في اليمن، البنية التحتية، بحيث تصبح اليمن لا دولة ولا بؤر صراع. يعني تكون هناك صراع داخلية يعني بين اليمنيين، وبحيث لا تتأثر بها المملكة العربية السعودية ودول الجوار، وفي نفس الوقت لا تقام أي دولة يمنية حديثة تنافس الخليجيين. نعم، هل تعتقد أن الوضع إذا ما ظل على ما هو عليه الآن، يعني تقول أنه لا يوجد تهديد، التهديد السابق الذي كان يهدد السعودية، أيضا الوضع الآن أو إضعاف الدولة أو يعني إنهائها بهذا الشكل، يعني تعرف أن الوضع من سيء إلى أسوأ إنسانيا واقتصاديا وسياسيا أيضا، كل ذلك يصب في مصلحة إيران التي تعد يعني ربما العدو الأول للسعودية؟ بلا شك. أنا أقول أولا يعني أنه من الناحية العسكرية فالمملكة العربية السعودية قد ضمنت أنه لن يكون هناك أي تهديد حقيقي من اليمن، حيث أنه تم ضرب القوات الجوية اليمنية التي كانت في المناطق الشمالية. لا يوجد الآن قوة صاروخية ولا قوة سلاح جوي ولا أي قوة تستطيع استهداف المملكة العربية السعودية، هذا الحقيقة التي أصبحت واقعا. ولذلك من هذه الناحية قد أملت المملكة العربية السعودية والدول الجوار أي تهديد يأتي من اليمن. خليك من جماعة الإرهابية والجماعات الأخرى التي ربما تحصل هناك مناوشات أو هنا أو هناك أو ربما عملات إرهابية، هذا شيء ثاني يوجد في أي مكان. يعني الشيء الثاني يعني هم في نفس الوقت يعني اليمن هي قنبلة موقوتة، وأنا في اعتقادي أن الخليجيين والمملكة العربية السعودية ستكتوي بنار ما تقوم به الآن في اليمن. على سبيل المثال إعداد المجلس الانتقالي الانفصالي في الجنوب رسالة واضحة، لم يعد هناك أي أقنعة يجب التخفى خلفها. يعني لا يعتقد البعض يحاول يعني إبعاد المملكة العربية السعودية من ما يجري في عدن. فأنا اعتقادي أنه الإمارات العربية المتحدة لم ولن تقوم بشيء في الجنوب بمحزل عن رضا وموافقة المملكة العربية السعودية. فهناك يعني بهذا المنطق هم يساعدون التحول الإيراني من شبه يعني وجودي في اليمن إلى 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 شبه حقيقي سوف يجتاح الأراضي السعودية والخليج. يعني بالنسبة لليمنيين في كل اليمن الوحدة اليمنية مقدسة، هم الآن يستعدون اليمنيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. يعني هم ربما يفكرون أن اليمنيين خلاص يخضعون لسياسة الأمر الواقع، وأن الميليشيات شمالا وجنوبا والقوات التي تبني الإمارات العربية المتحدة ستخضع لهم بطريقة مباشرة وسيتم قمع حي من اليمنيين الذين سيرفعون أصواتهم. وأنا باعتقادي أنهم مخطئين بهذه الطريقة، هم لهم حسابات أخرى ولديهم تحالفات داخل اليمن، لكن في اعتقادي
على الأمد القصير ربما يكون لها نوع من النجاح، لكن على الأمد الطويل ستخسر السعودية والتحالف العربي كثيرا في اليمن. والشيء الذي قالوا أنهم أتوا لليمن لمحاربتي ربما يقوون جذوره الآن. يعني نعم اسمح لنا أستاذ إبراهيم، نعم سنناقش هذه النقاط، نعم سنناقشها أستاذ إبراهيم. اسمح لنا أن ننضم أيضا في حوارنا هذا الأستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي من السويد. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء الخير عزيزتي وشكرا للاستضافة لك وللشباب في الاستوديو. أهلا بك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني يرى الأستاذ إبراهيم أن المعركة الآن تقريبا كما وصفها مجمدة شمالا وجنوبا، يعني يجد أن السعودية أمنت أي تهديد حقيقي قادم من اليمن، فبالتالي هي تفضل أن لا تبنى دولة حقيقية في اليمن ولا يعني يكون هناك التهديد الحاصل من قبل ميليشيا الحوثي السابق. هذا الوضع ربما يناسبها أكثر، ما رأيك أنت؟ بلا نقاش أنا استمعت إلى الجانب الأخير الذي ذكره عزيزي إبراهيم، أنا أتفق معه 100%، لكن أوضح أيضا بأن الحرب اليمنية التي قامتها السعودية لم تكن حرب نصرة لليمنيين بقدر ما كانت حرب نفوذ وسيطرة. السعوديين يحاولوا قدر المستطاع أن يكونوا مسيطرين على الأرض، يظنوا الآن بأنهم مسيطرين على الأرض، استطاعوا أن يوصلوا إلى مفاوضات، وكما ذكر عزيزي يعني ضربت الأسلحة الاستراتيجية والمقدرة الاستراتيجية للجيش اليمني خصوصا بعد عاصفة الحزم، وما بعدها لم يكن إلا مناوشات لموازنات تعتقد السعودية خاطئة والإمارات بأنها تمتلكها، لكن الوضع اليمني مختلف تماما. يعني من يعرف اليمن جيدا يعرف بأن التوازنات والتحالفات السياسية تتغير على مستوى اليوم والأسبوع. نحن لم نعتقد يوما من الأيام أن هنالك التقاء بين الحوثيين وصالح، ولم نعتقد يوما من الأيام أن هنالك التقاء بين الإصلاح مثلا والحوثيين، ولم نعتقد وهكذا طول الوقت نشوف التوازنات تتغير واللقاءات. أنا أتوقع بعد شهر أو شهرين التحالفات كلها تتغير في المنطقة. نعم. من يعتقد الآن أنه يمتلك ويتحكم هذا مخطئ كثيرا. حتى في الجنوب الذي نراه الآن الذي تملكته الإمارات بجيشها ومجموعة من القادة التابعين لها وفتحوا فيه سجون، أصبح الوضع الآن لا تمتلكه. أنا متأكد بأنه عندما يتحرك الشعب في الجنوب حقيقة سيبحث عما فعلته الإمارات في الجنوب، فلن يجدوا إلا معتقلات وسجون ومجموعة من الساسة الدكتاتوريين الضاغطين. فلذلك لا أعتقد أن هنالك امتلاك سوى أنها محاولة السيطرة ستفشل بالتأكيد. نعم، كيف تفسر إذن أستاذ نبيل أنه في مناطق سيطرة الانقلاب يعيش المواطنون المدنيون، يعني قلق أي غارة خاطئة قد يعني تصيب هنا وهناك، خاصة إذا ما كان هناك طيران يحلق على رؤوسهم، يعني بينما أمراء الحرب وقادة الانقلاب يتجولون هنا وهناك وربما آخر الصور القادمة اليوم يعني في جزر البحر الأحمر نفسها، كيف تفسر ذلك؟ حقيقة سيستغرب البعض لو أقول لكم أنه ما رصدته يعني سام مثلا منظمتنا ما رصدته على الأرض أنه أكثر منطقة ضربت بالغارات الخاطئة كما كانوا يعني يعتقد ونطرحها بأنها هي تعز. تعز هذه منطقة متعارف عليها بأنها منطقة تابعة للدولة وضمن سيطرة التحالف. للأسف أيضا هنالك مناطق أخرى لا يوجد مطلقا فاعلية. الآن في الحديدة منطقة مظلومة جدا تم ضربها، وقد تحدثنا هذا سابقا على نفس القناة بأن هنالك ظلم حقيقي في الغارات الخاطئة. هذه لم تعد خاطئة الآن متعارف عليها أنها هي محاولة لإرضاخ الشعب عموما، محاولة إرعاب الناس، والآن لا يوجد فاعلية مطلقا لهذه الحرب، أصبحت حرب عبثية. إما أن تقف حقيقة ويتحول الجميع إلى طاولة المفاوضات والتوقف تماما عن هذه المراهقات، أو سنظل حقيقة لفترات وسنوات طويلة لن يحكم هادي ولن يحكم صالح ولن يحكم الحوثي ولن يحكم حتى الخليجيين. لا يمكن مطلقا الخليجيين أن يملأوا اليمن بمياه المستنقعات ويتوقعوا أن يعيشوا في رفاه. سيتصل إليهم الروائح، ستصل إليهم الكوليرا، ستصل إليهم الجرائم، ستصل إليهم جميع ما يحصل في اليمن. هذا من يعتقد أنه يمتلك الأرض مخطئ تماما. إما أن يقوموا إعادة الدولة تماما وإعادة الناس إلى طاولة الحوارات وإعادة الحياة الطبيعية للجميع، وإما سنظل على ذلك سنوات طوال حقيقة.
إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني هل تتوقع أن الهدوء هذا الملاحظ أو يعني الوصف الذي وصفته أن المعركة مجمدة شمالا وجنوبا يستدعي المراقب يعني أن هناك شيء أما مخفي تحت الطاولة، ربما اتفاقات خفية بين الإمارات أو السعودية مع أحد طرفي الانقلاب؟ يعني من الواضح أنه في هناك أشياء واضحة الآن، أنه المناطق التي يسيطر عليها قوات الحوثيين وصالح، وايضا في هناك مناطق داخل الشبوه، مناطق نفطيه وغيرها لا تستهدف. ما السبب وراء ذلك؟ القاده الحوثيين وقاده المؤتمر الشعبي العام وعلي عبد الله صالح لم يعدوا منذ فتره، لم نسمع عن استهداف لهم منذ فتره. هل صحيح يعني انه الحكومه الشرعيه و دول التحالف العربي والأجهزة التي تمتلك والمخابرات ويعني التحالفات القبلية التي يعني تم شراؤها لم يستطيعوا يعني تحديد مواقع هؤلاء الأشخاص؟ يعني في وجهة نظري انه القوات التحالف العربي واقفة عند المناطق التشطيرية وعند المناطق التي يوجد فيها يعني المناطق النفطية يعني، فهم يؤمنون فقط، يبحثون على المناطق الاستراتيجية التي تهمهم والتي تبقى اللعبة في أيديهم، هي الجزر، الموانئ، المحافظات والأماكن المليئة بالنفط والمواقع التشطيرية. يعني لا يعقل أن القوات التحالف العربي والقوة التي تمتلك المملكة العربية السعودية والقوة التي مملوكة التي تمتلك الشرعية في مأرب وغيرها لا تستطيع تحرير حتى محافظة بحجم البيضاء. يعني هذا شيء لا يركب لا في منطق ولا في عقل. يعني البيضاء لم تحرر، ذمار، تحز، الجوف، كثير من المحافظات. فلذلك إذا السؤال هو ما فائدة وما أهداف وجود التحالف العربي في اليمن إن لم يستطيعوا تحرير المدن، إن لم يستطيعوا إعادة الشرعية إلى المناطق المحررة كعدن؟ إذا يتساءل المواطن العادي ما هدف الشرعي، ما هدف التحالف العربي، وكيف ستعاد الدولة والشرعية؟ ربما أستاذ إبراهيم يعني نعم كنا نود أن نوجه مثل هذه الأسئلة لأحد الضيوف الذين اعتدنا أن يكونوا معنا من المملكة العربية السعودية. تحاول الزملاء في الاستوديو التواصل بأكثر من 5 أشخاص ولكنهم اعتذروا عن الظهور. يبدو أن هناك توجه جديد يعني يشي بعدم حضورهم معنا أو ظهورهم معنا. إذن اسمح لي يا أستاذ إبراهيم أن أنتقل أو أعود إلى الأستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني هل تجد أن هناك تغير في استراتيجية السعودية في التعامل مع الملف اليمني منذ 2.5 عامين؟ حقيقة هي ليست تغير، لكن نحن أنا أذكر يعني تحدثنا كثيرا أمام الجميع في هذه القناة أيضا بأنه المسألة الخليجية، العقلية الخليجية في إدارة الأثمنة خاطئة. يعني لا يمكن مطلقا في بداية هذه الحرب من حمى، يعني انظروا إلى الأمريكان كيف دخلوا وقضوا على صدام وحزب البعث في العراق. تم شراء جميع الألوية، تم شراء جميع الضباط، هناك عملية استخبارات عميقة جدا، تحركت الجيوش في بغطاء جوي بخطط تكتيكية، بإسقاط مدن، بضربات جوية حقيقية. ها يعني السعودية كانت تمتلك اليمن كلها كمنطقة مخابرات، وزارة الدفاع اليمنية كانت تعمل كلها داخل الرياض، جميع القادة والأصحاب الشأن والجيش كلهم كانوا موجودين في غرفة عمليات وقادرين على تحديد المفاصل. هنالك إمكانية حتى لإسقاط جميع هؤلاء القادة المرتزقة بجانب الحوثي وبجانب صالح، جميعهم نحن نعرف اليمن تماما. مع ذلك لم يتحرك أي عمل أو لم تتحرك مطلقا المملكة بذكاء في تلك المنطقة. كل الذي فعلته أنه عملت عاصفة الحزن ثم توقفت وحولتها إلى عاصفة الأمل وكلام يعني شاعري. هذه حقيقة كان كلام خاطئ، والسعوديين لم يدخلوا هذه الحرب بجدية. كانت الحرب بكل صراحة وأقولها الآن يعرف، هذه الحرب كانت فقط لتثبيت محمد بن سلمان على الحكم، فقط لتغيير الكراسي داخل المملكة. كان يحاول أن يوجد على الأرض حرب حتى يستطيع فيه أن يمسك زمام المملكة. الآن مسك الأمر، انتهت مسألة اليمن في نظره. هذه حقيقة غير مجدية. وربما هناك من يطرح أستاذ نبيل يعني أنه حين يعني أخذت المسألة بجدية، نعرف في كم تحررت عدن يعني وتوقفت بعدها المعركة، لم يعني تجتاز تلك المناطق إلا بمسافات بسيطة. يبدو أن هناك مشكلة في الصوت. أستاذ نبيل تسمعني جيدا؟ نعم أسمعك. نعم.
إذن أنتقل لك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني ما الدور الذي يفترض أن تقوم به الحكومة إذا كان يعني ما يحدث هو استراتيجية إماراتية سعودية في اليمن؟ يعني أين دور الحكومة؟ هل تقف دور المتفرج؟ أنا في اعتقادي أنه لا يوجد لدينا أي حكومة، لذلك يجب أن نسمي الآن بمسمياتها. المواصلة في التقرير على أنفسنا وعلى غيرنا أعتقد أن المسألة يجب أن تنتهي. يعني وزراء في الفنادق في مصر وفي السعودية بدون وزارات، عن أي حكومة نتحدث؟ وزراء في داخل عدن لا يستطيعون التحرك أو دخول وزاراتهم بدون استئذان قوات التحالف على وجه التحديد الإمارات والحزام وقوات الحزام الأمني. عن أي حكومة نتحدث الآن؟ أنا في اعتقادي أن الرئيس هادي نفسه مغيب عن الشاشة تماما، يعني عن ما يحدث في اليمن، وليس له أي مكان أن يذهب إليه. يعني هناك أخبار تقول بأنه حتى ممنوع من السفر إلى الولايات المتحدة لغرض العلاج، يعني لكي لا ينقلب على أو يصدر قرارات كونه الرئيس الشرعي. الحكومة هناك مغيبة، هناك أسماء وهمية وحكومة وهمية، لكن ما يدار على الأرض هو من قبل دولة الإمارة العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وبناء عليه يعني ما يقام على الأرض وما يدور في الأرض في المناطق المحررة على وجه التحديد. بعيدا عن الحكومة، السجون التي أقيمت والسجون السرية والتعذيب كان بعيد عن الحكومة، الحزام الأمني بعيدا عن الحكومة، ما يجري في عدن، ما يجري في حضرموت، الحكومة مغيبة تماما، وهذا تغييب ممنهج من قبل التحالف. يعني لذلك يجب أن لا نضحك على أنفسنا. نعم، لكن يعني في نهاية الأمر لسبب الشرعية، لأنهم لا يستطيعون الهروب من هذه الحقيقة، فلذلك بقاء هادي. والنقطة الثانية الأهم في وجهة نظري، الذي حوالي هادي الآن الذي يلعبون مع قوى التحالف هم أشخاص يعني ولائهم أكثر للرئيس السابق والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من إلى الحكومة الشرعية، وهم قادة مؤتمرين محسوبين على علي عبد الله صالح ولا يخدمون إلا هذا الأهداف. يعني فلذلك الأمور مغيبة، ويستطيع شراء يا أختي المسؤول اليمني يستطيع شراءه هذا اليوم بكلمة من الإمارات أو من غيرها، ومن خلال استدعائي يتغير موقفه 360 درجة. يعني لا يوجد لدينا حكومة، لدينا أشخاص يبحثون عن مصالحهم وعن مستقبلهم السياسي بعيدا عن ما يجري في الوطن وعن الترتيبات التي تجري في الوطن التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية. فلذلك الأمور واضحة، لا نحمل الحكومة أكثر من دورها وأكثر من ما هي. هناك أشخاص صحيح، نعم، يعني لكن في نهاية الأمر أستاذ إبراهيم، يعني عن بناء دولة، لكن لا يوجد في أيديهم أي شيء، كل نعم القوى والإعلام. يعني إذا كانوا عاجزين إلى هذه الدرجة أستاذ إبراهيم، يعني كيف تقول لي لا نحملهم؟ إذا هم ارتضوا على نفسهم مسؤولية أن يكونوا أمام الشعب حكومة، فبالتالي عليهم أن يتحملوا هذا الأمر برمته. ما رأيك أستاذ نبيل في يعني هل نستطيع تحميل الحكومة، أم علينا أن نقول أنه لا يوجد بيدها شيء وهذا أمر واقع وهي مسلوبة الإرادة؟ ما رأيك؟ والله يعني أنا حقيقة مضطرب جدا أني أتحدث عن الحكومة. الحكومة يعني هي الضحية وهي الجلاد في ذات الوقت، هي من فعلت بنفسها هكذا. نحن حذرنا أكثر، الجميع كان يحذر الحكومة بأنها توضع لها أكثر من اتجاه. لا ينبغي مطلقا وضع الحكومة كاملة في مكان واحد وبؤرة واحدة. التغيرات في المنطقة موجودة دائما، يجب أن يكون لدى الحكومة توازنات حقيقية بعيدة عن السلة الواحدة. حتى الأحزاب السياسية الآن متواجدة كلها في منطقة واحدة، جميعهم كهول، جميعهم كبار السن، غير قادرين على إدارة أي شيء. سوى أن ما نراها الآن، يعني للأسف الوضع في اليمن عموما هي يعني شلة غير قادرة على القيادة وتصر أنها تدير وتقود. يعني اسألوا أي استراتيجي، أي باحث، أي شخص يهتم بالسياسة، ألم تقرأ أن هنالك توازنات في المنطقة الخليجية بعيدة عن التوازنات اليمنية وأنها لا تكترث مطلقا باليمن؟ سيقول نعم. المسألة الآن ابتعدنا تماما عن مسألة يمني وغير يمني. الشارع لا يتحدث، ما نتحدث فيه أنا حقيقة وعزيزي هنا إبراهيم، نحن نتحدث بلغة الشارع البسيطة البعيدة عن الصراع والتوازنات.
الدولة للأسف رميت كلها في سلة واحدة، ويوجد هناك لا اكتراث سعودي بهذا المنطقة. يعني تخيلوا بالله معي 25 أو 30 مليون مواطن يمني يقاد من مجموعة في داخل الاستخبارات السعودية تسمى اللجنة اليمنية، لجنة التنسيق اليمنية، 7 أشخاص إلى 6 أشخاص يديروا أكثر من 30 مليون إنسان على الأرض. هل هذا يصلح؟ مطلقا. هل معقول أنه رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء وجميع الكوادر اليمنية تتجه لاسترضاء مجموعة من 6 أشخاص استخباراتيين غير قادرين حتى على إدارة بلدهم بشكل جيد، يقودوا منطقة أخرى كاملة بكل صراعاتها؟ الآن نحن نرى الآن التحرك السعودي من قبل كيف كان يعمل حتى في أوروبا وفي الملفات الدولية، كان يفتح لهم المخازن الأموال ولا يفكر مطلقا في تحسين نظرة ما كان يفعلوها السعوديين في اليمن. قتلوا ما قتلوا، وأصبح الجميع الآن في ملفات يسموها يعني حقيقة دولية ستكون على السعودية قادمة ل 150 130 يعني لأوقات طويلة جدا. السعودية ستكون وفق تحت المحاكم وتحت قبضة النفوذ الدولي عليها. يعني الآن اللي في اليمن من يعمل في اليمن يظن الجميع لم يكونوا الحوثيين بهذه المقدرة ولا بهذه القوة، لكن السعوديين لم يكونوا بهذه القوة التي كنا نتوقعها. نعم المشكلة أستاذ نبيل، يعني للأسف يعني كنا نتمنى أن نسمع وجهة النظر الأخرى، لم يكونوا معنا اعتذروا، ولكن يعني ربما سأردد ما يعني ما كان دائما يقولون بأن الإشكالية هي في الحكومة اليمنية، نحن دعمناها بما نستطيع، نحن قدمنا لها، نحن صنعنا المقاومة، وهناك أعذار أخرى كثيرة تلبس أيضا بها الحكومة نتيجة فشل التحالف. اسمح لي ضيفي العزيزين أن نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، واسمح لي ضيفي العزيزين أستاذ إبراهيم وأستاذ نبيل أن ينضم معنا قبل أن أبدأ معكما الصحفي وسام محمد منتعز، ربما لينقل لنا الأوضاع هناك كيف. مرحبا بك أستاذ وسام. مرحبا بك أخي. أهلا بك. أهلا بك وسام، حدثنا يعني أنتم كمتابعين في تعز كيف تقيمون أداء التحالف العربي في اليمن وخاصة ملف تعز الذي ما زال عالقا منذ 2.5 عامين؟ من الطبيعي أن تعز الآن تعاني بسبب وسام ما زلت معي؟ المعذرة منك وسام، يعني هناك يعني لرداءة الصوت من المصدر، سنحاول التواصل بك من جديد. أستاذ نبيل، يعني لو عدت معك إلى نفس النقطة التي يعني ذهبنا بها إلى الفاصل، تتهم الحكومة اليمنية أيضا من التحالف بأنها لم تكن يعني قد المسؤولية ولم تكن يعني جديرة بما قدمه التحالف من دعم مادي ومعنوي، وأيضا تلصق تهم كثيرة بالمقاومة، وقد كان معنا أكثر من ضيف يتحدث بنفس النسق، ما رأيك؟ لا مستحيل أن أجرم ما فعلته الحكومة أو أن أجعلها هي يعني الجاني الوحيد، لكن أعتقد بأن الأصدقاء في المملكة وفي الخليج كانوا يدهم طولة حتى في تحديد كفاءات الحكومة. يعني كل شخص كان يمسك منصب في الحكومة اليمنية كان يمر على رضا الاستخبارات والسعودية، كلنا نعرف هذا. هذا ليس، اسألوا أي سياسي سيوضح، نحن نتكلم كلام واضح، وتستطيع أن تأخذوا أي مواثيق من أي سياسي ليقول لكم أنه لا يوجد شخص ما لم يمر على الاستخبارات وتلك اللجنة في تحديد الكفاءات التي تدير. فبالله كيف يمكن أن تكون هذه الكفاءات التي تدير تستطيع أن تفعل شيء خارج نطاق القبول السعودي؟ للأسف يعني السعودية والإمارات كانت متدخلة في كل شيء حتى في القاهرة، يمكن المكان الوحيد الذي لم يتدخلوا فيه هو المفاوضات في الكويت، عندها كان قليلا يعني كان لديهم مساحة وضعوها، لكن ما بعد مفاوضات الكويت اكتسح الأصدقاء في المملكة واقتحموا كل مكان يمكن. وهل هذا ما يعني يجعلنا نفسر ربما يعني تأخر العودة إلى طاولة الحوار حتى هذه اللحظة؟
أنا لا أعتقد مطلقا، لأنهم دخلوا في دوامة عبثية مطلقا، فالآن نعم. دخلوا في مشكلة مع القطريين، وأنا متأكد غدا سيعملوا مشكلة أيضا مع الإماراتيين، وأيضا سننتظر مشكلة داخلية في بيت الحكم السعودي، ثم سننتظر مشكلة مع العراق، ومشكلة مع الحشد الشعبي، ومشكلة، وننتظر هذه الملفات التي كلها فتحت في نفس الوقت لا يستطيع أحد إغلاقها في ذات الوقت. هذا نعم. الذي يطلق كما قال، يعني كما يقوله الغربيين الآن عن المملكة، أنها تطلق على أرجلها، قد أطلقت على أرجلها من قبل داخل اليمن. الآن ننتظر أي منطقة تتحرر، أين هي الربح الذهبي، عملية الربح الذهبي الذي تحدثوا فيها وقالوا أنهم سيدخلوا الحديدة. الآن المجزرات التي تحصل للسودانيين داخل ميدي وما يجرى لهم الآن، المنافسة، ويوجد مشكلة الآن بين السعودية السودانية، ستلقي على اليمن أيضا كهل. يعني لدينا ملفات كبيرة جدا تفتح ولا تغلق، نحن نريد ناس عقال يستطيعوا أن يغلقوا هذه الملفات لأي تسوية. أصبحنا لا نريد الآن حرب، نحن نريد بس إيقاف كوليرا الآن، إيقاف قتل الناس، تهدئة المناطق. نعم، ليست المشكلة فقط في الحرب وما تأكله من يعني أطراف الوطن ومن ناسه أيضا، الإشكالية هناك مشاكل صحية، مشاكل اقتصادية، أكثر من مشكلة يتم تفتح كما قلت ولا تغلق. أعود إلى الأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، يعني هناك حديث أو ربما إشاعات لا ندري مدى صحتها، ولكنها يعني تأتي في مجمل ما يحدث، أن هناك رغبة إماراتية سعودية بالتخلص من هذه والاعتماد على شخصيات أخرى. إلى يمكن أن يعني إلى أي مدى يمكن أن يتم مثل هذا السيناريو؟ لما أسمع صوتك، التخلص من ماذا؟ من هادي، ويعني الاعتماد على شخصيات أخرى ربما يعني تنال الرضا أكثر. أنا نحن نتكلم على واقع وحقائق. الواقع يقول بأن هادي على الوضع على الـ على الـ على, الـ على الأرض قد انتهى. يعني هو ما لن يعد سوى شيء سياسي شرعي، كونه معترف به من قبل الإقليم والعالم كرئيس شرعي للبلاد، ولذلك لا يستطيعون تجاوزه من هذه النقطة. يعني يحاولون الضغط عليه من ما يجري في الأرض، ولذلك يتم التخلص عليه تدريجيا كعصا موسى. يعني يتم نخله على الأرض، هناك تجهيز قوة، النخبة الحضرمية في حضرموت، الحزام الأمني في عدن، قوى ربما الآن ستخدم يعني قوى في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر في مأرب. يتم التخلص من القوة الحقيقية الأخيرة في اليمن، وهي قوة التجمع اليمني للإصلاح، من خلال استهداف المسؤولين في الشرعية، من خلال استهداف المحافظين المحسوبين على التجمع اليمني للإصلاح، بداية من البكري في عدن و محافظين آخرين، وحتى الآن نتحدث عن استهداف كما أشيع مؤخرا محافظة مأرب العرادة، التي كان الوجه الحقيقي لليمن الجديد وللشرعية ولقوى الشرعية. هناك أخبار تقول أنه تم استدعائه منذ شهور إلى المملكة العربية السعودية وقاب هناك، ولذلك هذا أيضا مؤشر خطير أن نحن أمام استحقاقات جديدة. ما يجري عن الوضع على الأرض هي حقائق وليست يعني شائعات إعلامية أو غيرها. أعطيني قوة في الأرض يعني تسيطر عليها الحكومة الشرعية. يعني ما يجري في مأرب اللي هو المحقل الأخير للجمهورية والشرعية، ولذلك يتم مع هذا يتم تحويلها إلى قوى أخرى محسوبة على علي محسن والمخدشي، وهؤلاء بشكل مباشر يتعاملون مع يعني الأمير محمد بن سلمان الذي هو الآن الحاكم الفعلي أو الملك الفعلي للمملكة العربية السعودية، ونحن نعرف موقفه من الإمارات العربية المتحدة ومن التجمع اليمني للإصلاح ومن هادي. فلذلك أنا في وجهة نظري أنه هادي لم يعد إلا سوى رمز لشرعية قد تقيبت تماما على الارض، وبذلك بشكل مباشر من التحالف العربي الذي قيبها في عدن وقيبها في المناطق المحرره. اليمني الان من
المناطق الشمالية للأسف الشديد لا يستطيع الحودة عبر عدن إلى مناطقه. يعني ما الذي يحدث؟ يعني اليمني المهاجر الآن يذهب إلى جيبوتي لكي يستأجر قارب وينجو به إلى عدن، ومن ثم يحاسب في النقاط ويقول له اطلع من هنا. يعني هناك شيء يجري على الأرض مختلف تماما، حقائق يجب أن نستوعبها ونتعامل معها كواقع. لكن أنا في وجهة نظري هذا ستستمر على المدى القريب، لأنه يوجد هناك ضخ مالي كبير من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات وإعلامي وشراء الولاءات. لكن نعرف اليمن عندما تأتي قوة أخرى ستشتري نفس الولاءات وستتغير العملية السياسية. وصلت الفكرة أستاذ إبراهيم. بشكل هذا سيدمر اليمنيين والخليج على حد سواء. يعني يجب أن تكون هناك دعم للشرعية في اليمن، وأن تبدأ الآن المملكة العربية السعودية أمام استحقاق حقيقي. أين الشرعية وأين مشروع استعادة الدولة؟ إذن شكرا جزيلا من الأراضي المحررة. وضحت الفكرة أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لك إبراهيم القعطبي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. ينضم معنا أيضا الأستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء من تونس. مساء الخير أستاذ معن. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ معن. يعني عامان ونصف من التدخل العربي في اليمن، لا تقدم حقيقي يذكر باستثناء بعض المحافظات الجنوبية، كيف تنظر إلى المشهد؟ والله في تقديري المشكلة تبدأ من عدم القدرة على توصيف المعركة منذ البداية. المعركة في اليمن في الواقع عدة معارك وفي عدة مستويات. هناك معركة تأمين الحدود السعودية الجنوبية من محاولة زرع ذراع إيراني أشبه بحزب الله في جنوب السعودية، وهذه معركة المملكة العربية السعودية أصلا. وهناك المعركة بين التي تأخذ طابع الحرب الأهلية بين التحالف الرجعي الصالح الحوثي وبين دولة الرئيس هادي الشرعية، وهي من في تحمل كثير من علامات الانقسام الأهلي والجهوي. وهناك معركة الثورة المضادة التي هي أيضا حوثية وصالحية، ومعركة وقوة ثورة فبراير. هذه التعدد في المستويات وفي المعارك، حتى وإن كانت تلتقي الجبهات المختلفة في نقاط معينة، لا يجعل المعركة واحدة. منذ البداية كان هناك، وأنا كنت واحد من هؤلاء، من شدد على ضرورة أن تستقل دولة الرئيس هادي في استراتيجيتها وفي خطها السياسي وفي خطابها عن التحالف العربي. والضرورة الأكثر أهمية هي أن تستقل قوى المقاومة عن التحالف العربي وعن دولة الرئيس هادي، وخصوصا أن تميز نفسها القوى الوطنية والديمقراطية والثورية داخل المقاومة عن القوى المحافظة والقوى الرجعية التي هي موجودة في الواقع وموجودة على الأرض. عدم التمييز يجعل الناس بدل من أن يخوضوا النضال ولتغيير الموازين على الأرض، يتحولون كما سمعنا وكما نسمع دائما إلى يعني ناصحين، وكأنهم يبصرون السعودية والتحالف العربي بمصالحه من أن هذا الخط الذي تسير فيه سوف ينقلب وبالا وفي مصلحة إيران وإلى آخر ذلك اللغو. في الواقع المملكة العربية السعودية والإمارات والتحالف العربي يعرفون مصالحهم جيدا، وهم يخططون ويعملون لأجل ذلك. الوهم أن هذه المصالح تتطابق مع المصالح الشعب اليمني، والشعب اليمني في الواقع متعدد وهناك قوى مختلفة ومشاريع سياسية مختلفة، هو وهم تم التسويق له من قبل عقلية سياسية شائعة تتميز بالانتهازية للأسف، وهي تميز أغلب النخب السياسية من كل التيارات السياسية الوطنية المختلفة. نعم، إذن أستاذ معن، يعني اسمح لي أن أنقل هذه الفكرة لضيفنا الآخر أستاذ نبيل بيضاني. أستاذ نبيل، يعني أتمنى أنك استمعت لحديث الأستاذ معن. يعني أن الإشكالية الحقيقة كانت في عدم توصيف المعركة منذ البداية، التقاء بعض النقاط في يعني أرض المعركة لا يعني أنها تنطوي تحت لواء واحد أو وصف واحد. قسم المعركة إلى معركة في البداية تأمين حدود وهي معركة سعودية، معركة أهلية بين انقلاب وشرعية، ومعركة الثورة المضادة وثورة فبراير. ما رأيك؟
أتفق مجملا مع الكلام، لكني أختلف في منطق واحد بأنها لم تكن عدة معارك، وإنما كانت عدة أولويات في المعارك. يعني ما تجده الآن المملكة بأن كانت أولوياتها في عاصفة الحزم كانت واضحة بأنها ضرب جميع الأسلحة الاستراتيجية والقوة الاستراتيجية الحقيقية المؤثرة عليها. ثم توجهت السعودية إلى حولت المعركة إلى معركة كما تسمى معركة نفوذ وسيطرة، معركة هيمنة، وحاولت أن تمسك الأرض وتعتقد أنها تسيطر على الأرض. بالاتجاه الآخر الإماراتيين كانوا أكثر وضوحا بأنهم صنعوا حزام واضح بشمال وجنوب، وصنعوا قوات، وصنعوا حتى هوية جديدة لليمنيين في الجنوب، وأصبحت الآن تدخل المعركة بهذا الاتجاه. الأولويات كانت تختلف، في البداية كنا متفقين، الآن الأولويات أصبحت متضاربة. الآن البعض يعتقد بأن الحوثيين لا مشكلة أن يكونوا موجودين ولديهم أسلحة، البعض يعتقد أنه يجب أن يكون لديهم تنسع منهم الأسلحة، البعض يعتقد بأنه علي عبد الله صالح موجود، والبعض يقول أحمد علي موجود، وهكذا. يعني جميع الأولويات هنا لم تكن في اتجاه واحد، بالإضافة إلى أنه أنا أختلف هنا مع العزيز معين في 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 شكل واحد بأن السعوديين لا يعرفون مطلقا ما يفعلون. هذا ليس كلامي، هذا كلام كثير من المحللين هنا في الغرب يتحدثوا أن السعوديين الآن يفتحوا معارك لا يستطيعون إيقافها. ما يعني يبلغني الآن الجميع، أريد أن أفهم الآن لماذا، ما الذي حصل الآن مع قطر، ما الذي حصل الآن مثلا في سوريا، ما الذي المعارك الآن، ما الذي حصل الآن في القضية الفلسطينية. هذه ملف لا تغلق، مفترض أن يكون لدى السعوديين أولويات حقيقية. نحن في اليمنيين في الأخير لا يوجد لدينا إلا معركة واحدة هي استعادة الدولة كيفما كانت، وإيقاف الحرب، أنا أتكلم هنا ذاتيا، وإيقاف الحرب وإيقاف الاستنزاف المدني. ما بعدها هي معارك مختلفة هذا لليمنيين. المعركة في السعودية الآن تقول لا، أنه لا يوجد لديهم مشكلة الآن مثلا في تقسيم الجنوب، لا ينظر إليهم مطلقا في إلا بالسيطرة على المناطق. هنا هذه هي المشكلة التي نعاني فيها مع السعوديين. السعوديين للأسف لا يفقهون هذا الكلام، وحتى حقيقة نتمنى يعني من يلتقي معهم فليوضح لنا ما هي أولوياته بالضبط. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البيضاني المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من السويد. عودة إليك أستاذ معن. أستاذ معن، يعني هل تتوقع أن تستمر الحرب بهذا المستوى، أم أن الأمور باتجاه فرض تسوية، خاصة يعني ما إذا لاحظنا أن فعلا هناك ركود غير عادي على مستوى المعركة العسكرية على الأرض، هناك تحركات آمنة لكثير من زعماء الانقلاب بكل بساطة يخرجون ويدخلون دون أن يعني تكون هناك حتى محاولة لضرب هؤلاء الزعماء كما يتحدثون، مع تسجيل العديد من الضربات التي تقتل المدنيين على الأرض؟ هناك تغيرات كثيرة ومختلفة، لكن الجوهري في الأمر منذ بداية الحرب في مارس 2015 أن القرار الأساسي للحركة وللحرب هو في يد المملكة العربية السعودية والتحالف العربي. وللأسف الشديد دولة الرئيس هادي تذيلت لهذا الخط، وطبعا للأسف الشديد المقاومة تذيلت للخطين معا. ما يحدث على الأرض بعض التفاصيل الميدانية حول استهداف بعض القياديين، أنا شخصيا لا أستطيع أن أعرف هل هي مثلا يعني نتيجة مغامرة تخص بعض قيادي التحالف الرجعي، أو هناك تغطية معينة وتفاهمات معينة بعدم النيل منهم. بالنسبة لعلي عبد الله صالح مثلا، أنا أعتقد أن عدم استهدافه ربما لأنه تصفيته يتعلق بقرار دولي وإقليمي وليس مسألة ميدانية أو في يد قائد عسكري أو جبهة أو غرفة عمليات. الأمر الأساسي هو أن يستوعب أو تستوعب المقاومة الشعبية والمناضلين في المقاومة الوطنية الأمر كما كان منذ البداية، والجديد في التغييرات ليستطيعوا أن يطوروا خط سياسي وخطاب سياسي يعتمد على تعبئة القوة الذاتية، ويتوجه للمواطنين من أجل مصالحهم ومن أجل برنامج سياسي يعبر عن تطلعاتهم وعن مصالحهم العليا. وهذا هو الأمر الجوهري، زيادة الاعتماد والمراهنة فقط على أن التحالف العربي يعني تحت وطأة المناشدات أو هذا في الواقع الذي لم يعد نقدا بقدر ما هو نشيج
سوف يتم تبديل خطه السياسي، وهذا هو وكأن هذا هو الأمل الوحيد. تعبير عن إحباط وعلى يأس أستطيع أن أفهمه، ولكنه ليس لا بالعمل السياسي ولا بالخط السياسي. كثيرين للأسف الشديد ارتفع نقدهم للتحالف العربي ضمن الصراع الذي حدث في منطقة الخليج العربي بين التحالف الرباعي وقطر. عندما استهدفت قطر أصبح التحالف العربي عدوا بالنسبة حتى للبعض، وهذا يعبر فقط على استتباع اليمنيين لصراعة المحاور في المنطقة وغياب المشروع الذاتي وغياب الحس الذاتي وعدم القدرة على التمييز بين الاستراتيجي وبين الثانوي. وطبعا هذا أمر يميز القوى السياسية تقريبا بشكل عام. وعلى الأرض الناس محبطين لأنه ما لا يقدم لهم الخطاب السياسي الذي يستطيع أن يعبئهم والذي يستطيع أن ينظمهم. ولكن التعويل دائما على أن ينتظم الناس ضمن مشاريع تعبر عن مصالحهم، وأن تستطيع القوى السياسية أن تخرج من حالة الموت السريري لتعبر عن المشروع الوطني وعلى مشروع ثورة فبراير. وسيظل هذا هو المشروع الأساسي الذي يملك اليمنيين أن يغيروا فيه. أما المراهنة على أنه التحالف العربي يغير خطه، فأنا أتصور هذا مجرد يعني اقتراح للياس ومجرد إحباط لا يبدل من ميادين الأحداث وتوازن القوى على الأرض شيء. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ معن دماج مدرس الفلسفة بجامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن مشاهدتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.